ألف بركة يا أخويا. يعلم ربنا أنا أكتر واحدة نفسي ربنا يتوب عليك من الهباب ده. إن شاء الله يتوب إن شاء الله. طبعا أنا رجلي على رجلك في السفرية دي. أنا فهمي بيه بس هنروح لوحدنا. وهو فهمي بيه ده ما بيتكشفش على حريم ولا إيه؟ ارحميني يا بدرية أنا تعبان أوي أوي. طب خلاص لو مش هسافر معاك أروح مكانك. فين؟ الشركة. ما هو يا إما سافر معاك وراعيك يروح الشركة وراعي مصالحك. اختار لك مراعية من الاتنين. يا دي يا دي. لا دي ولا دي. لا دي ولا دي. طب إيه أقولك بقى؟ إن الأستاذ وحيد تعلب خلى الفار يلعب في عبي من ناحية إخواتك أكتر وأكتر. أكلمك؟ أكلمني. كلمني عشان انبهك وافطمك واخلي بالي منك ومن مصالحك ومن فلوسك اللي هي فلوسي. ولا انت ناسي ان فلوسك هي فلوسي وفلوس عيالي؟ ما نسيتش ما نسيتش. بس انت هتروح تعملي ايه؟ لا هتعرفي تقري ورق ولا هتمضي على شيكات. مش همضي على شيكات. بس ما اقراش ورق ليه؟ ابص بس وماليش دعوه. على الاقل يبقوا عارفين ان في عين عليهم عشان لو فكروا يعملوا حاجه كده ولا كده وانت مسافر. اخواتي عمرهم ما عملوا فيا حاجة. اخواتي بيحبوني. يا سيدي احتياطي مش هتخسر حاجة. حرص ولا تخون. بقولك يا حاج فتحي انا كنت عايز اسألك على حاجة. انا اسف متأسف جدا. استنى افندم. هو انت ازاي تدخل من غير ما تخبط كده؟ انا اسف الحاج اصله معودني ادخل عليه من غير ما اخبط. وانا كنت عايزه في موضوع كده يعني حاجه ضروري فدخلت مندفع. انا اسف. كنت عايز الحاج فتحي في ايه؟ شغل. هو حضرتك بتشتغل عندنا؟ ايوه يا فندم. وبتشتغل ايه بقى؟ علاقات عامه. علاقات عامه؟ هايل. ومكتبك فين؟ فوق مكتب الحاج فتحي. واسمك؟ ماجد فهمي خليل. ماجد. عارف انا مين يا ماجد؟ والله ما حصليش الشرف. انا مدام بدريه. اهلا وسهلا مدام الحاج فتحي الريان. اهلا بيك يا فندم. ريح يا حاج ريح بالراحه بالراحه ان شاء الله. جسمي وجعني قوي. بالراحه بالراحه. الف سلامه عليك يا حاج. الف سلامه. ان شاء الله هسافر النهارده وهي هتبقى تيجي مؤقتا كده لغايه ما اجي. اللي تشوفه انت يا حاج. احنا اهم حاجة عندنا راحتك. والله انت بس ان شاء الله تسافر وترجع لنا وانت زي الفل. اي حاجة بعد كده مقدور عليها. طيب هو ان شاء الله يا حاج رجوعها هيبقى مشروط بعدم تدخلها في الشغل. تيجي ضيفة اهلا وسهلا معززة مكرمة على دماغنا من فوق. شغل لا. طب ما يبقى عادتها في البيت احسن. يا ريت هي ما تبقاش قوي كده ولا قوي كده يا حاج. يعني بلاش بس هي تسأل كتير وما تعملش اي حاجة الا ما ترجع لي او ترجع لحم. لا الله يبارك لك ترجع لك انت. مش عايز حد يرجع لي. لا اله الا الله الله الغني يا عم. استاذنكم دقيقه واحده. عاجبك اخوك؟ ما هو انت برضه حاج فتحت موضوع كنا فاكرين انه اتقفل خلاص. اللي حصل سيبوني في اللي انا فيه. سيبوني في اللي انا فيه. معلش يا حاج معلش. ان شاء الله هتخف وهتبقى زي الفل كمان ان شاء الله. انت تعبان يا محمد. الف سلامه عليك. بدرية خير؟ ايه اللي جابك دلوقتي؟ بقول سلام عليكم. يا ست سلام عليكم. بقول لك ايه اللي جابك دلوقتي خير؟ نسيت حاجة وجاية اجيبها. نسيتي حاجة؟ تعرف الساعة كام؟ عارف. تجيها 2:30. طب انت جايه منين؟ من البيت ولا منين بالظبط؟ كنت عند ماما. عند ماما. والسواق بتاعك معاكي ها؟ روحت من بدري. وبعدين مالك كده زي اللي بتحقق معايا؟ طبعا لازم احقق معاكي. ما هو ده مش وقت تنزل فيه واحده ست الشارع، خصوصا جوزها مش موجود. وبعدين عايز اعرف ايه اللي انت نسيتيه وجايه تجيبيه ده؟ والله دي حاجه تخصني. لا طبعا وتخصنا. الله انت ناسيه ان دي شركتنا ولا ايه؟ لا مش ناسيه. شكلك انت اللي ناسي ان مرات رئيس مجلس اداره الشركه دي واللي هو اخوك الكبير. وبعدين اطمن انا مش جاي اجيب حاجه تخص الشركه. انا جاي اجيب ختم الالماظ عشان نسيته هنا الصبح. ماشي
اتفضلي هاتيه وهخلي واحد من الامن يوصلك لحد البيت عشان ما تبيش لوحدك. ما تقلقش عليا يا دكتور احمد. اتفضل انت شوف رايح لمين فيهم النهارده وانا هتصرف. قصدك ايه برايح لمين فيهم النهارده؟ قصدي رايح لمين في مراتك الثلاثه. ماشي يا بدري. ليكي جوزة رد علي. اشوف لك. طب والعمل؟ قولي طب والعمل؟ لا اله الا الله، يا اخي ده انا جايبك عشان تقول لي اعمل ايه، تقوم تقولي طب والعمل؟ انا اقول لكم ايه العمل؟ دي حاجه بسيطه خالص. يا ريت يا ستي. طب وساكته ليه؟ نسمع كلام ربنا. اولا ما نظنش بيها ظن سوء، لانها فعلا ممكن تكون جايه من عند امها. وممكن ما تكونش جايه من عند امها. ممكن طبعا، وهو ده اللي عايزين نعرفه ونتاكد منه، وعشان كده لازم نعمل زي ما هي بتعمل. نعمل زي ما هي بتعمل؟ خلاص يبقى نروح نسهر ونخرج ونتاكر زيها. لا، نتجسس عليها زي ما هي بتتجسس علينا، نراقبها ولما نراقبها هنعرف ونتاكد. ايه ده اخس عليكي؟ انت كده بقيت زيها، شبهها خالص. من عشر الام. بس انا بقيت زيها في الخير مش في الشر، والعياذ بالله. انا بقول كده ونيتي ان ربنا يبصرني، ولا نتهمش حد بالباطل ولا نظلموش. الله يفتح عليك يا سميحه. طب دي قريبها ازاي؟ فين يا حاجة؟ وانت مالك؟ لا انا مالي، دي تقوليها لي ان شاء الله لما يبقى جوزك هنا بالسلامة. تقوليها لي وانت جوه بيتك بتتكلمي مع اهلك في حاجة تخصك. انما من الواضح انك عايزة اللي يدمك يا بدري. ليه يا حبيبي؟ شايفني مبعزقة؟ بتحترم نفسك؟ انا بحترم نفسي كويس قوي، ولولا اني بحترم نفسي ما كنتش جيت لحد هنا يا بدرية. بس انا كمان بحترم غبت اخويا المريض. اسمع بقى، انت مالكش حكم عليا. امال انت بس اللي ليك حكم علينا، ما تخليناش نجرس الدنيا. انت بس اللي من حقك تجرسينا وتفضحينا وتخلي سيرتنا على كل لسان. احمد، لاخر مره بقولك تلم فيها نفسك، احنا في الشارع. شارع؟ ده انا كنت فاكر نفسي استاذ شوارع. انما انت بسم الله ما شاء الله يا حاجه بدريه طلعت بروفيسورة شوارع، والدليل اهو. انت حيوان. مش حيوان، انا احمد الريان. وقسما بالله لو ما ارتجعت يا بدريه عن اللي بتعمليه لا تكون نهايتك على ايدي. ما تعتمش ناحيه الشركه تاني. ماشي يا حاج. والتعليمات تبقى واضحه وصريحه، ما تدخلش يعني ما تدخلش، واللي هيسمح لها بالدخول ارمي بره. طب افرض حاجة عملت معاهم مشكلة، ولا شتمت حد، ولا ضربتهم. ما يستحملوها بقى يا سيادة اللواء. الله، المهم ما يدخلوهاش وما يكلموش حد فينا. اللي تشوفوه، انا هبتدي انفذ الكلام ده من النهارده. من دلوقتي فورا لو سمحت. حالا يا حبيبي. امرك يا حبيبي. من اذنك يا حبيبي. اتفضل. وبعدين يا حبيبي هنعمل ايه مع الحاج فتحي لما يجي؟ ده هتبقى مذبحة. تبقى زي ما تبقى. لما يجي فتحي هتصرف معاه. طب ما تصدر له ابوك يا سيدي. لا لا اله الا الله، انا مش عايز حد يتدخل في الموضوع ده غيري انا. لما يجي ان شاء الله هدخل له جوه في المطار واجيبه وهظبط معاه كل حاجه. ما تقلقش انا هتعش. بدريه ازيك؟ هو الحاج احمد موجود؟ خير يا بدريه؟ مالك في ايه؟ انا كويسه. كويسه؟ لا انت مش كويسه خالص، ده انا عمري ما شفتك كده. هو الحاج احمد موجود يا سميحه ولا مش موجود؟ اه موجود. طب قولي له اني عاوزاه ضروري. في حاجه يا اختي؟ لا
انا بس عاوزاه في حاجه في الشغل. حاضر هندهولك. خير يا مرات اخويا؟ لا استغفر الله العظيم، ما تعمليش كده يا بدريه. حياتها يهلي ولا ما هو ربيهم. انا ما جالي نوم من ليلتها، وحاسه انك كان معاك حق في كل اللي قلته وعملته فيا. طيب خلاص خلاص، حصل خير حصل خير حصل خير. الخير هو اللي انت عملته، الخير انك تاخد بالك مني وتتستر عليا وتحميني من نفسي ومن شيطاني. لا اله الا الله، لا اله الا الله. شيطانك هو الفلوس والشطحان، وشطان الفلوس عامل زي النداهة ما يفرقش كتير، يندهلك يسحبك وراه لحد ما تروحي مكان ما هو عاوز، وبعد كده تفوق تلاقي نفسك غرزة في الطين والوحلة. ما انت اللي سحبتني من الطين والوحلة دول عشان ما نتعكش معاك في الطين. أسرع زي ايه؟ أسرع علي، أسرع علي وما تفضحنيش. ولو انت فاكر ان انا مش خايفة على فتح جوزي، خاف انت على اخوك. فتح لو جه وهو فايق وعرف اللي حصل هجيله نكسة يقع منها وما يقومش. بدرية ما تجننينيش، يعني انت عايزة تفهميني اني جاي لحد هنا علشان خايفة على شعور فتحي؟ وحياتها يالي ما جابني خير كده. ولما انت حساسة كده عملت اللي بتعمليه ده ليه من الاول؟ بتخرجي من بيتك من اصله ليه؟ تلفي على كازينوات وكبريهات ونوادي وماشي على حل شعرك، كان ايه السبب؟ غباوتك انك فهمت انك ذكية قوي، غباوتك فهمتك انك واخدة مغفل من بيت مغفلين، ما تعرفيش انك وقعتي مع شويه صيح. يا نهار اسود، هيبقى اسود فعلا لو ما ارتجعتيش عن اللي انت بتعمليه ده يا بدريه. ابوس ايدك، ابوس ايدك. خلاص 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 خلاص، ابوس ايدك انا، كفايه اللي بتعمليه ده. قومي شوفي هتقعدي مع سميحه ولا هتعملي ايه. اذا كان على الصور محدش هيشوفها، على شرط واحد. امرني يا اخويا. اللي عملتيه ما يتكررش تاني تحت اي ظرف. والعمر هيحصل تاني ابدا.